بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض المسألة الثانية في موضوع الكاينيتكس في السلندريكال كوردينيتس او التانجنشال والنورمال كوردينيتس. مسألة رقم 13 84 في هيبلر الإصدار رقم 14 داينامكس. المسألة دي نوعها مختلف شوية. المسألة دي بتتكلم على ان انت عندك فيه سطح، السطح ده عليه جسم اسطواني او نص دايرة كده، ماشي. الجسم الاسطواني ده عليه من فوق بلوك، جسم حتة خشبة مثلا او اي حاجة، والخشبة دي انا ماسكها ورابطها بسبرينج سوستة مثبتة بالقاعدة اللي محطوطة عليها الجسم الاسطواني دوت. بتتكلم على ان الجسم دوت هيتساب. يعني ايه هيتساب؟ يعني انت وانت ماسكه كده الجسم ده مش مرتبط بالاسطوانه، يعني بعيد عنها. يعني انا ممكن ناخد الجسم ده كان الاسطوانه اهي، الاسطوانه محطوطه اهي فوق السطح التثبيت بتاعي، وانا ماسك الجسم بتاعي اهو، الجسم بتاعي اهو كده فوق السطح كده، تمام، ومربوط بسبرينج من تحت كده. يعني انا ماسكه من هنا كده وهو من قدام، من الجزء القداماني انا رابطه بسوسته، السوسته دي متثبته بالقاعده بتاعه اللي محطوط عليها الجسم الاسطواني. فانا ممكن امسك السوسته دي اسيبها كده، يعني اطلع بيها وانزل وهي مرتبطه هنا مش مرتبطه بالجسم ده. طب المساله دي بتحكي في ايه؟ بتقول لك ان انت عايز الجسم بتاعك ده مجرد ما تحطه هنا ايه اللي يحصل؟ بطبيعه الحال الجسم ده ناعم، فانت اول ما تحط الجسم ده هيتزحلق على الجسم الاسطواني دوت كده لحد ما يوصل للارض. طيب اثناء ما هو بيتزحلق مين اللي ربطه؟ مين اللي ماسكه؟ مفيش حاجه بتاثر عليه غير قوه السبرينج دي هي اللي ماسكاه. فهو بيقول لك ايه؟ اثناء ما انت بتحرك جسم على جسم دائري، ممكن الجسم ده وهو نازل كده هيفضل نازل 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 ماسك في الجسم الدائري، او مجرد ما تسيبه هتلاقيه مشي شويه كده وبعد كده ساب الجسم الدائري وبدا يمشي لوحده، يحصل له سيبريشن عن الاسطوانه ديت ويبدا يتحرك بعيد عنها، ما يبقاش ماسك فيها. طب هو عايز ايه؟ هو بيقول لك السبرينج بتاعك او السوسته دي ايه هو مقدار الدلتا اس او الاكستنشن اللي انت هتعمله في السوسته دي. يعني انت ماسك السوسته اهي، دي السوسته بتاعتك اهي، تمام، انت هتعمل لها اكستنشن كده بمقدار معين عشان يبدا، يعني السوسته طولها في الواقع اهي، السوسته اهي، تمام، انت هتعمل لها اكستنشن بالمقدار ده عشان تبدا تمسكها في ايه؟ في الجسم ده. طب هو عايز يشوف بقى انهي سبرينج انت تبدا تحطه هنا، الانيشيال ديستانس بتاعه او الانيشيال لينث بتاعه يبقى كام عشان لما تيجي تعمل له اكستنشن بمقدار معين القوه بتاعت الاكستنشن دي، ما انت لما تيجي تمسك سبرينج وتيجي تعمل له اكستنشن هيبدا يديك قوه، هيبدا يقاومك. فانت هو عايز يعرف الاكستنشن ده قد ايه علشان الجسم ده لما انت تسيبه يفضل القوه الناتجه نتيجه ان انت شدت السبرينج حته صغيره عشان تربطه بالجسم ده بينشئ عنده قوه اسمها ايه؟ اسمها كي دلتا اس. صح؟ يعني ايه؟ يعني دي دلتا اس، دي الاكستنشن بتاعك، الفاينل لينس ناقص الانيشال لينس. طيب القوه دي هي اللي هتفضل ماسكه الجسم ده لحد ما ينزلق 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 لحد ما القوه دي تبقى غير كافيه ان هي تفضل ماسكه الجسم ده، فيبدا الجسم وزنه يتغلب عليها ويبدا يحصل له السيبريشن اللي احنا بنتكلم عليه ويمشي في المسار الاسود بدل ما يمشي في المسار الازرق. يبقى هو عايز ايه الاول؟ هو عايز، قال لك الوزن ده 2 اي باوند، قال لك ان هي اتحطت عند ايه، وقال ان الطول بتاع السبرينج ده 2 فيت. امتى الطول بتاع السبرينج ده؟ بعد ما انا هو كان الانيشال لينس بتاعه لحد هنا، بس انا مسكته شديته عشان يوصل للجسم وقمت معلقه هنا، فهو كان الانيشال لينس بتاعه هنا ال اي انا مش عارفه، بس انا عارف الفاينل لينس بتاعه ال اف، تمام، اللي هو 2 فيت.
طيب ايه اللي انا عايز اعرفه بقى؟ عايز اعرف انا شديته بمقدار قد ايه دلتا اس، او بمعنى اصح انا عايز اعرف ما دام معايا ال اف ومعايا الدلتا اس هجيب انهي سبرينج بانهي ال اي وي بنفس الكي اللي هو مدهاني. هو مديني الكي، قال لي الكي بتساوي ديت الماس بتساوي كذا، قال لي الكي بتساوي 2 اي باوند لكل في. يبقى هو قال لي انت هتروح تشتري سبرينج الكيهات بتاعته في المحل كله كده. طب انت بقى كمهندس هتختار انهي سبرينج بانهي انيشيال لينس عشان يبدا يحقق لك ان الجسم ده هيفضل لازق في الجسم ده لحد زاويه 60 درجه. يبقى هو ده الغرض من المساله، انك عايز تروح تشتري سبرينج بانهي ال اي بقى؟ تعال نشوف عشان ايه يبدا الجسم ده يفضل لازق في الجسم ده لحد زاويه 60 درجه. هو ده اللي يهمك، هو ده اللي يهمك في الجهاز، في الماشين اللي انت بتصممه. طيب يبقى تعال نشوف الفري بودي دايجرام بتاع الجسم ده وهو بيبدا يتحرك على السلندريكال كوردينيت دي. ما هو هنا هيبدا يتحرك على ايه؟ على كيرف اهو، سيتا تانجنشال ونورمال. ده ايه؟ ده كيرف. فانا هبدا اجيب الفري بودي دايجرام في الاتجاه النورمال، ده الاتجاه النورمال اهو ماشي، وده الاتجاه التانجنشال. تمام، ابدا احط القوه بتاعتي. ماشي، انا بس هشيل دول، انا مش بحط القوه دلوقتي، انا الاتجاه النورمال والتانجنشال ممكن اكتبهم فوق هنا او تحت، ان ده الاتجاه التانجنشال الموجب وده الاتجاه النورمال الموجب وده الاتجاه بتاع الحركه بتاعت الجسم بتاعي. بيتحرك ب A T في الاتجاه ده. طيب يبقى انا عندي بتكلم على ايه؟ بتكلم على اول حاجه قوه الوزن، خلينا نرسمها بالاحمر، قوه الوزن بتاعه الجسم بتاعي اللي هي عباره عن M G. طيب ايه القوه الثانيه المؤثره؟ مفيش غير قوه واحده بس الا وهي قوه السبرينج دي. فانت محتاج في الاول ان انت تعرف ال F S هتاثر في انهي اتجاه. بطبيعة الحال الجسم هو بينزلق كده دايما السنتر بتاعه والسنتر بتاع الكيرف دوت اتجاه النورمال اهو، السنتر بتاع الجسم والسنتر بتاع الكيرف اهو، الكيرفتشر اهو وادي السنتر بتاعه، الاتجاه ده هو الاتجاه النورمال. انهي اتجاه؟ الاتجاه ده دايما هو الاتجاه اللي الاف اس بتاثر فيه، دايما هو الاتجاه اللي هتلاقي الجسم اتجاهه ازاي بقى الاف اس؟ اتجاهها بتقول ان السبرينج بيشد الجسم لتحت عشان يبدا دايما او يفضل دايما لازق في السلندر بتاعه. يبقى اتجاه الاف اس دايما في اتجاه النورمال. ليه؟ لانه فعلا واصل ما بين النقطتين بتاعه الاتجاه النورمال، السنتر اوف جرافيتي بتاع الجسم والسنتر بتاع الكيرفتش، دايما هيفضل واصل ما بين النقطتين دول في اي حته. طيب ديت القوه المؤثره عندك. عايز تبدا تحلل القوه عندك في الاتجاه النورمال، الاف اس كده كده في الاتجاه النورمال، محتاج تحلل الام جي في الاتجاه النورمال. طيب انت عندك الزاويه ما بين الفيرتيكال اهو، الفيرتيكال تمام، والاف اس لو انا جيت مديت الخط ده كده ومديت الخط ده كده، هي هي الخط ده، الخط ده هو هو ده هو هو ده، يبقى الزاويه دي هي هي الزاويه دي. يبقى الزاويه دي عندك بكام؟ ب 60 درجه، او خلينا نقول بسيتا. ليه هنقول بسيتا؟ ليه انا بقول دلوقتي بسيتا؟ لان الحركه فانكشن في السيتا. ببدا انا بعد كده هعمل تكاملات عشان في الاخر احط السيتا دي بقيمه معينه، بس انا لازم احط السيتا في الاول ان هي اعرف الانيشال كونديشن بتاعتها، اعرف الانيشال كونديشن بتاعتها ان هي بادئه من هنا من سيتا بتساوي صفر، عايز اوصلها لسيتا بتساوي 60 درجه هنا كده. تمام، يبقى السيتا دي بتساوي 60 درجه. طيب محتاج بعد كده ابدا احلل القوه بتاعتي، ابدا اقول ان انا عندي هنا في الام جي، ابدا احللها في الاتجاه ده، فابدا اقول ان انا عندي هنا كده في الام جي كوزاين سيتا تمام في الاتجاه اللي تحت هنا كده، وابدا اقول في الاتجاه التانجنشال عندي ام جي ساين سيتا. دايما خليك تفتكر حاجه معينه قوي، حاجه مهمه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت لابد ان انت هتلاقي في قوه في الاتجاه الموجب للتانجنشال. ليه؟ لان القوه دي هي اللي بتعمل السرعة، هي اللي بتعمل الحركة، يعني الجسم ده ينزل ليه؟ نتيجة الوزن، نتيجة الام جي ساين سيتا. فلازم هتلاقي في قوة في الاتجاه
الموجب للحركه. ممكن تلاقي هو عكسها هتقلل منها فريكشن مثلا حاجه زي كده، بس هو هنا قال لي سموث. فانا هبدا احط القوانين بتاعتي. سيجما الفورس في اتجاه الان، حطيت الاي ان بالاي تي بتاعتي، الاي ان بتاعتي في الاتجاه النورمال، سيجما الفورس في اتجاه الان بتساوي الام في الاي ان الاتجاه الموجب بتاعي اهو. ابدا اقول ان انا عندي الاف اس زائد الام جي كوزاين سيتا سيجما الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن اللي في اتجاه الان. تمام؟ طيب هو هنا مش مديني غير الحاجات دي، يبقى انا لا معايا الاي ان، معايا كوزاين سيتا، معايا الجي، معايا الام، معيش الاف اس. اقدر اشيل الاف اس دلوقتي؟ لا، خليها دلوقتي. يبقى المعادله دي انا هركنها دلوقتي، ما فادتنيش بحاجه. انا في الاول وفي الاخر عايز احصل على ايه؟ عايز احصل على الاف اس. ليه؟ لان الاف اس بتساوي الكي في ال ال فاينل ناقص ال ال انيشال. معايا الكي، معايا ال ال فاينل ب 2 فيت، اقدر اجيب ال ال انيشال، هي دي ال ال اللي انا هروح اشتري بيها السبرنج بالكي بتاعتي. عشان ابدا امده كده ويبدا يحقق لي ان الجسم ده لازق في الجسم ده لحد زاويه 60 درجه. هو ده اللي انا عايزه في الماشين بتاعي. طيب تعال نكمل ب سيجما الفورس في اتجاه التانجنشال بيساوي الام في الاي تي. هو هنا بيقول لي ان انا عندي فيه الام جي ساين سيتا بيساوي سيجما الفورس. سيجما الفورس مفيش اي قوه تاني، هو الام في الاي تي. طيب مهم قوي هنا، خد بالك الام جي دي هي الاثنين باوند، لان الباوند ده وحده فورس. خد بالك الام جي يعني ما تجيش تضرب 2 في 9.8 في الحته دي، لا الحته دي كلها هي الاثنين. عشان كده انا لما عاوز اجيب الماس اقوم قايل ايه؟ اقوم قايل 2 على 32.2، لان دي الاثنين دي عباره عن ام جي، فانا لازم اقسمها على الجي عشان اجيب الام بس. طيب من خلال المعادله دي معايا الام والجي والساين سيتا ومعايا الام، اقدر اجيب الاي تي. طيب تعال نكمل، خلاص مش محتاجين الفري بودي دايجرام، رسمنا. اقدر اقول ان الاي تي هتطلع معايا برقم، طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب 32.2 في ساين 60 او في ساين سيتا، خلينا نحطها دلوقتي ب 6. تمام. طيب انا محتاج دلوقتي الاي ان. طيب انا عارف من خلال الكاينيتكس بتاعتنا ان الاي ان بتساوي ايه؟ في سكوير على ار او على رو، صح؟ التنجنج النورمال اكسلريشن بتساوي في سكوير على ار. طيب انا دلوقتي معيش الفي، معايا الار. الار هي نص قطر الحركه اللي هي هتبقى بتساوي 2. هنا الار دي هتبقى الرو بتاعتها بتساوي 2 فيت. طيب الاي ان اقدر اجيبها منين؟ انا معايا الاي تي. طب الاي تي اصلا بتساوي ايه؟ الاي تي، تعالى نمسح الجزئيه دي ونسيب المعادله دي كده. الاي تي اصلا من الكاينيتكس اللي هي بتساوي الاكسلريشن اللي بتعمل تغيير في السرعه، لان الاي ان اللي بتعمل تغيير في الاتجاه، دي بتعمل تغيير في السرعه، يبقى بتساوي الدي في باي دي تي. طيب او بتساوي الفي دي في باي دي اس. طيب ده كلام محترم اهو. يبقى انا هنا اقدر اعمل تكامل في دي في، هو قال ان هي بدات من الريست وصلت لحد سرعه مثلا كذا، هي دي اللي انا عايز اجيبها، بتساوي ايه؟ بتساوي تكامل الاي دي اس. طيب بس انا هنا عندي مشكله، المشكله بتقول ان ده دي اس. طيب دي اس دي انا مش عندي مسافات على محيط الدايره، بس انا اقدر اقول ان الدي اس دي او الاس بتساوي ايه؟ بتساوي الار في السيتا، فالدي اس بتساوي ار دي سيتا. ده التحويله بتاعتنا ما بين المحيط وما بين الزاويه، لان انت لو جيت تكامل بقى على محيط الدايره كله هتلاقي السيتا دي بتساوي 2 باي، فيبقى عندك 2 باي ار، ده محيط الدايره. انا عايز الحته دي بس من المحيط، فهقول دي سيتا.
يبقى انا لما اجي اكمل هنا هبدأ اقول تكامل الاي تي اللي هي بتساوي كام اهي، اللي هي كانت بتساوي، جبنا هنا الاي تي، قلنا ان الاي تي بتساوي 32 و2 من 10 ساين سيتا. ليه؟ لان دي ب2 دي ب2 ودي ب2، فبدأت تبدأ الاي تي بتساوي 32 و2 من 10 في ساين سيتا. يبقى انا عندي هنا في 32 و2 من 10 ساين سيتا مضروبه في ايه؟ في ار دي ار، ار دي سيتا او رو دي سيتا. الرو بكام؟ ب2، نص قطر الدوران بتاع الدايره دي، هيفضل ثابت طول عمره، هيفضل ثابت كده، مش هيبقى في اي حاجه، يعني السبرينج ده هيفضل ثابت طول ما هو متحرك، الاسطوانه دي طول ما هي بتتحرك على محيط الدايره. فيبدا عندك في هنا الار بتساوي 2، يبقى 2 في الدي سيتا. اقدر اقول هنا الفي بتساوي الفي تربيع اسف على 2، هربع واقسم على الاس، تمام، ناقص صفر خلاص بصفر. طب هنا لما ابدا اكمل هيبدا هنا عندي التكامل من صفر لحد سيتا، تمام، او اكمل من صفر لحد 60 على طول. بس خلينا نكمل من صفر لحد سيتا ونقول ان التكامل ده في الاخر هيطلع لي 64 اللي هي 2 في 32 و2 من 10، يبقى 64 و4 من 10 مضروبه في سالب كوزاين سيتا زائد 1. ماشي، الواحد ده جه منين؟ جه ان كوزاين الصفر بواحد، فيبدا عندك بدل ما تقول ناقص سالب 1 فبقى موجب 1. خد بالك من حدود التكامل عشان ممكن تريح نفسك من الحته دي، شيل السيتا دي وحط مكانها 60 درجه واعمل التكامل على الاله. بس لو عملت الاله بتاعتك بالديجري او لو عملت الاله بالراديان خلاص تتعامل. بس هنا خلينا نتعامل بالناس اللي متعود عليه، نحط دي سيتا ونبدا نعمل التكامل بتاعنا، ونيجي هنا في المرحله دي نشيل الكوزاين سيتا ونحط مكانها كوزاين 60 درجه. ده هيفيدنا بايه في الاول وفي الاخر؟ هيفيدنا بان احنا هنحصل على الفي، الفي دي، تمام، كل ده معايا. فابدا اخد الفي اقول في سكوير على ار، جبت الاي ان، اخد الاي ان وارجع في المعادله اللي تحت دي، جبت الاف اس، اخد الاف اس واخد في المعادله دي، جبت ال اي. يبقى انا اتحركت كاينيتكس سيجما فورس بتساوي ام في اي في اتجاه النورمال في الاتجاه التانجنشال وفي الاتجاه التانجنشال. عطلت ان انا مش عارف الاي ان دي اللي انا محتاجها. غالبا وعادة لما تلاقي نفسك عطلان في الاي ان وانت خلصت حلول الكاينيتكس، عملت سيجما فورس في كل الاتجاهات وعطلت، يبقى غالبا هتحتاج لكاينماتكس، هتحتاج في حاجه هتاخدك من الكاينيتكس للكاينماتكس. ايه هي هنا؟ الاي تي، خدت الاي تي اللي هي بتساوي 32.2 من 10 ساين سيتا، بدات اتحرك منها ان الاي تي بتساوي في دي في على دي اس، كاينيتك كاينماتكس بقى هنا كاينماتكس، دي اس المحيط عطلان، هبدا احوله لزاويه دي سيتا، عملت التكامل، خدت بالي من حدود التكامل، خلصته، جبت الفي. ليه؟ عشان الكاينماتكس بتقول لي ان الاي ان اللي انا بعد ما خلصت حلول الكاينتكس قلت خلاص الاي ان هروح للكاينماتكس اللي هي بتساوي في سكوير على ار، ده مش معايا في بس معايا اي تي، يبقى انا غرضي من الاي تي ان انا اجيب في، جبت في دخلت على الاي ان خلصتها، دخلت هنا خلصت بالكاينتكس جبت ال ال ار. يبقى انا لما اروح اشتري السبرينج علشان يحقق لي الغرض من الماشين بتاعتي ان الجسم يفضل ماسك في الاسطوانه لحد زاويه 60 درجه وما بعد زاويه 60 درجه ما يهمنيش، فلحد الزاويه 60 درجه ما جيت هنا عوضت بالسيتا خليتها 60، فكل زاويه من دول هيبقى ليها طول سبرينج مختلف، اعوض بالسيتا دي ب 70 مثلا هتأثر لي في الفي في الاي ان في ال اي، فلازم اخد بالي من السلكشن بتاعي لان السبرنج ده بفلوس، فمش هختار سبرنج بيحقق لي زاويه اكبر من اللي انا عايزها، لا انا عايز زاويه 60 درجه بالظبط، وده السلكشن بتاعي الصح اللي يحقق لي الزاويه دي بعد ما اعمل اكستنشن للسبرنج في الاتجاه ده. يبقى دي المساله بتاعتنا اللي بتتكلم على الكاينيتكس وبتاخدنا الكاينماتكس عشان تحقق غرض معين في ماشين انا عايزها، دخلت معايا الفورسز بتاعت السبرينج ودخلت معايا الاكسيريشن في الاتجاه النورمال وفي الاتجاه التانجنشال.